الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو ندل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطيئة والخطر والخلل والزلل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اعصمنا بعصمتك. اللهم رب نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ومنتجبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك، لا تتخلى عنا، واحفظنا وعصمنا وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا، وزكي أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واسقنا من كفه الشريفة ومن يده الشريفة ومن كأسه الشريفة ومن حوضه الشريف شربة ماء هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا ذا الجلال والإكرام. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وعظم وبارك وأنعم. أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل وأجمل وأجزل وأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو آخر ما كتبه في حياته. وكنا قد أنهينا العقبة الأولى وهي عقبة العلم، وتكلمنا شرعنا في العقبة الثانية وهي عقبة التوبة. قال: فإن تبت ثم نقضت التوبة وعدت إلى الذنب ثانيا فعد إلى التوبة مبادرا. الله الله. وقل لنفسك: لعلي أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه المرة، وكذلك ثالثا ورابعا، وكما اتخذت الذنب والعودة إليه حرفة فاتخذ التوبة أيضا والعودة إليها حرفة، ولا تكن في توبة أعجز منك في الذنب، ولا تيأس ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك، فإنه دلالة الخير. أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم كل متفتن تواب، أي كثير الابتلاء بالذنب كثير التوبة منه والرجوع إلى الله جل جلاله بالندامة والاستغفار.
وتذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذه هذه وبالله التوفيق. تكلمنا عن التوبة وأنها تقبل في جميع الأحوال، وأنه يجب على الإنسان أن يتوب فور المعصية، وتكلمنا عن شروط التوبة وعن مقدمات التوبة، ونتكلم اليوم عن إذا رجع إلى الذنب مرة أخرى. فإن تبت ثم نقضت التوبة، توبة نصوحة وكل حاجة وتمام، وبعدين جينا نقضت التوبة بنفس الذنب، لا حرج، خلاص مفيش، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ثم نقضت التوبة عدت للذنب مرة أخرى وعدت إلى الذنب ثانيا، فعد إلى التوبة مبادرا، بادر بالتوبة مرة أخرى، وده دليل الخيرية فيك. وقل لنفسك: لعلي أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه المرة. قل لنفسك: لعلي أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه المرة، المرة الثالثة يعني. وكذلك ثالثا ورابعا، افعل ذلك، انك كلما اذنبت تبت، وكلما تبت ها لا تمنيك نفسك ببقاء الحياه حتى تعود الى الذنب مره اخرى، بل اقطع الطريق على نفسك بالامل في العوده الى الذنب مره اخرى، بانك قد تموت قبل ذلك. وكما اتخذت الذنب والعوده اليه حرفه، انك انت بتذنب وتعود للذنب مره اخرى واحترفت ذلك، فاتخذ التوبه ايضا حرفه والعوده اليها حرفه، كلما تذنب تتوب، كلما تذنب تتوب، اتخذ ايضا العوده ها الى التوبه ها والرجوع عن الذنب حرفه ايضا. ولا تكن في توبه اعجز منك في الذنب، اي لا تكن عاجزا عن التوبه ها، لا تكون عاجزا عن التوبة، أي كن كما أذنبت لست عاجزا عن التوبة، أي ساوي بين فعلك الذنب وبين رجوعك إلى التوبة في عدم العجز. ولا تكن في توبة أعجز منك في الذنب، لا تعجز عن التوبة كما لم تعجز عن الذنب. ولا تيأس ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك، أي بسبب كثرة الذنوب ما يمنعكش. وطيها امسك بسم الله، ماشي توطيته امسك كده حلو ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك، أي بسبب الذنب، لا، فإنه دلالة الخير. بسم الله بسم الله، الصوت التالي واصل، ها افتح كده شويه، همسة صغيره بس. ولا تيأس، شو الشياطين دول، بسم الله بسم الله بسم الله، بس كده حلو قوي، واطي، ايوه خليها واطيه بس تطلع صوت عشان الناس تسمع. ولا تيأس ولا يمنعك الشيطان من التوبه بسبب ذلك، اي بسبب الذنب، بل اطفي خالص اطفي خالص. ولا يمنعك الشيطان من التوبه بسبب الذنب بسبب ذلك، اي بسبب الذنوب او تكاثرها او عودك اليها مره بعد مره، فتقول ان الله لن يقبل توبتي، بل ده من شغل الشياطين، فإنه أي العودة إلى التوبة ها دلالة الخير، دايما إيه بقى إيه تكون تواب، التواب الكثير التوبة، العائد في التوبة كذا مرة، وكذلك الأواب، يبقى دلالة إنك أنت على خير إنك بتتوب على طول، أي حاجة توب إلى الله بس وخلاص انتهى الأمر. أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: كل خياركم كل متفنن تواب، أي كثير الابتلاء، متفنن ها متفتن بل خياركم كل متفتن تواب،
متفتن يعني يتعرض للفتنة، والذي يعرضه الفتنة المولى عز وجل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا الفتنة بالخير وبالشر، فكل أنواع الفتنة اللي هي الفتنة معناها الاختبار والابتلاء. فخيرهم كل متفتن تواب، أي كثير الابتلاء بالذنب كثير التوبة منه، أو إذا سقط، يعني لأن الابتلاءات بالخير والشر ممكن تنجح فيها وممكن تسقط، خلاص بالخير وبالشر. فإذا ابتليت بالخير فأديت حق ذلك الخير الذي أنعم الله به عليك فقد نجح، إذا لم تؤدي حقه احتجت إلى التوبة حتى تؤدي حق ما ابتليت به من الخير. وإذا ابتليت بالشر فعليك بالصبر، فإذا جزعت أو قصرت أو ابتليت بأقدار فإيه يبقى سقطت في الامتحان، يبقى عليك تتوب تاني وتحاول أن تبعد عن الشر. وإذا ابتليت بأقدار الله تعالى فعليك بالصبر، فإذا جزعت ها يبقى أنت سقطت في الامتحان، فارجع وتوب عن الجزع والتمس الصبر واستعن بالله، ومن يتصبر يصبره الله. فكل أنك أنت بتتوجه بقلبك إلى طلب صفات الخير فهو يرزقك إياها من غير حول منك ولا قوة. ثانية طيب، واحد واحد استور، استنى ما نشوف الحتة دي عشان نقطعش الايه. طيب افتكر سؤالك خلاص. قال خياركم كل متفتن تواب، اي كل ممتحن مبتلى خلاص من الفتنة. نبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، اي اختبارا يعني، فالفتنة هي الاختبار الابتلاء خلاص. خيركم كل متفتن تواب، يعني افتتن فسقط في الاختبار بالشر أو بالخير ثم تاب إلى الله تعالى، أي كثير الابتلاء بالذنب كثير التوبة منه والرجوع إلى الله جل جلاله بالندامة والاستغفار. وتذكر قوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عايز تقول ايه؟ خلاص هو حر؟ والله لو نجح في الامتحان هيرد الحقوق، ما هو من شرط التوبة، التوبة من جميع، من شرط التوبة أنه لو علم أن هناك حق لآخر فيعلم أن ده سبب الابتلاء بتاعه، فإذا لم يتنبه لذلك هيستمر البلاء ينزل عليه. بس الحقوق لا تتعارض هناك، خلي بالك ان مذهب اهل السنه والجماعه ان التوبه من ذنب يقتضي التوبه من ذنب ذلك وتقبل منه على حده، على ذنب واحد، وتبقى بقيه الذنوب كما هي. فاذا تاب توبه عامه قبلت التوبه عن جميع الذنوب. ماشي، اصبر اما كمل كلامي في نفس المكان. فالتوبه دي ربنا هو اللي رزقه التوبه دي لانه عايز يطهره، فاذا هو ما انتبهش هيبقى التوبات دي محسوبه لي يوم القيامه، إلا الذنب الذي أصر عليه هو عدم إرجاع الحقوق إلى أهلها فيستمر ذلك الذنب عليه، ويأتي بقى باب يوم القيامة أن هو يبقى التوبات دي في صحيفته وإنها توبات صحيحة، ها كل توبة صحيحة وكانت مخلص فيها هتبقى توبة ليه وتكتب في صحيفته، لا يكر العمل الباطل على العمل الحسن بالبطلان عند المؤمنين. ماشي، وعند أهل السنة والجماعة كده إن المؤمن طالما في شرط الإيمان فلا يكر العمل الباطل على العمل الصالح بالإيمان، ما عدا عند ابن حزم أو بعض الطوائف يعني البعيدة عن هذا، عن مذهب أهل السنة والجماعة، إن ابن حزم يقول لك إيه، إذا صليت وإنت لابس ذهب صلاتك بطلة طول حياتك، طول ما إنت لابس خاتم الذهب ومصلي بيه يبقى صلاتك بطلة، للملابسة الحرام للطاعة. لكن أهل السنة مالوش كده، قالوا الطاعة ماشية لوحدها وأسقطت عنه الفرض ولا يطلب بيه يوم القيامة، والمعصية دي ماشية لوحدها. ولذلك لو قلنا إن المعاصي تكر على الطاعة بالبطلان مفيش حد هيبقى عنده طاعة مطلقة، لا تقبل من إنسان أي طاعة، وأنها كل الطاعات باطلة. لكن هذا يقبل توبته كل مرة طالما أنه خشي ربنا، خشية المولى عز وجل في قلبه دي يؤجر عليها ثواب عظيم. خلاص كونوا بقى نفسه غلبته وده يوم القيامة يتحاسب بقى مع الناس، لكن توبته مقبولة طالما أنها توفر شروط التوبة التي ذكرناها. ماشي طيب، قول زي ما انت بترجع للذنب اجعل رجوعك للتوبة بنفس القوة، ولا تكون عندك ضعف في الرجوع الى التوبة.
كما أنت عدت للذنب بقوة وعندك قوة على العودة للذنب، فاجعل عودك للتوبة بنفس القوة على الأقل، حتى لو زاد هذا زادت القوة في التوبة لمحت الذنب ولم ترجع إليه بعد ذلك كمان، يعني تعينك التوبة بقوتها على عدم الرجوع للذنب فيما بعد. فلا تجعل التوبة بتاعتك ضعيفة وعملك للذنب قوي، إنما اجعل قوة عودك للتوبة كقوة فعلك للذنب على الأقل. فإذا زادت قوة عودك للتوبة عن قوة فعلك للذنب ابتدى الذنب يقل حتى ينعدم، أو قد لا ترجع إليه من أول توبة نصوح شديدة قوية. خلاص ماشي، ده المعنى. إيه تاني؟ إذا كان الذنب متعلق بالحق من حق العباد فاستغفر عنه وتاب، ولكنه لم يرد الحق ربما يعني لحيائه من استرداد الحق. لا يتصرف، قلنا الكلام ده شرحناه في محاضرتين، يرد الحق ازاي. فاذا ما وصلش خلاص نهائي، لكن في تحايلات، حيل شرعيه لرد الحقوق، ودي قد تكون واجبه. الحيل لما تكون لرد الحقوق الى اهلها قد تكون واجبه. خلاص، انه مثلا افرض انا خايف ان هو اختلست من واحد فلوس، دخلت بيته وحطيت الظرف ده في مكان كده، وبعدين وجد هو في البيت، خلاص يبقى ماله وصل كده، انا برئت منه، مش لازم اقول له انا سرقتك وخد الفلوس اللي انا سرقتها منك وبتاع، عشان ايه؟ خشيه ان تقع ضغينه بيني وبينه، ها، ويقول لي في ناس يعني ما عندهمش، عندهم ظلمانيه في القلب، يقول ايه؟ مش مسامحك الى يوم القيامه، وياخد الفلوس ويقاطعك، يبقى مشكله اكبر، ادى الى فساد اكبر. فايه؟ دفع اقل الضررين والوقوع في اقل الشرين، دفع اكبر الضررين والوقوع في اقل الشرين. مش قادر بقى خالص ان انا اتصدق عنه بنية ايه؟ الخروج من حقوقي، نعم، وان ربنا يغفر لي وله، وانه ربنا يعني قلنا يرده عني يوم القيامة. الكلمة اللي عملت مشكلة دي، يرده عني يوم القيامة، ربنا يرده عني يوم القيامة ويعفو عني وكده. وقلنا امثلة في كده كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، قال من هذا القصر؟ قال من عفى عن اخيه، قال عفوت عنه يا رب، خذ بيد اخيك وادخل الجنة، ها، أو عشان إيه؟ عافى عن أخي، وهكذا. حاجة تاني؟ طيب، وتذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا عشان الشيطان هيجي لك دايما يقول لك لا أنت توبتك لم تقبل، لا أنت ما زلت عاصي طالما أنك أنت رجعت للذنب. قل له لا، لكن ربنا وعدني، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني ان انا طالما تبت توبه نصوحه اتمحى الذنب، والايه بتدل على ذلك. فالشيطان دايما يجي لك على النقطه دي حتى ييأسك من التوبه ويجعلك ترجع الى الذنب. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، على وعد الله تعالى سبحانه وتعالى. جاب الحديث اللي انا كنت بقوله اللي هو ايه؟ اذنب عبد ذنبا. في تفسير الايه ورد في عند ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اي عبد اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا، فقال ربي اذنبت ذنبا وربما قال اصبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ به، فغفرت لعبدي. شوف، قدم المغفرة على ايه؟ الاخذ بالذنب. فقال ثم اصاب ذنبا، فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم اصاب ذنبا، فقال ربي اذنبت او اصبت اخر فاغفره، فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، وربما قال: ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره لي، فيقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب
ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء. هذا مش باب استسال معصية، باب فتح باب التوبة. ده واضح؟ ما دام يتوب. أيوة طبعا. طيب وإيه يعني التوبة؟ طيب فهذه هذه وبالله التوفيق. وإيه يعني التوبة؟ بمعنى إيه؟ إن كل الذنوب دخلة في خطر المشيئة مهما كان، تاب أو لم يتوب، مهما كان ولو لم يتوب. إلا أن يعني كأن القاعدة العامة كمادة عقلية إن اللي تاب أقرب إلى القبول وإلى محو الذنب من الذي لم يتوب. لكن واحد أتى بالذنب يوم القيامة ولم يتوب منه، هل ده يقطع له بأنه يعاقب من النار؟ مش ممكن يدخل في العفو برضه؟ يدخل في العفو بالظبط، يدخل في مشيئة، في خطر إيه؟ خطر المشيئة، اللي هو خطر المشيئة ده اللي هو إيه؟ غفر له، غفرت له أو عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ده اسمه خطر المشيئة. ليه؟ في شاء إيه؟ فسمي خطر المشيئة أي إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث برضو قدم المغفرة على العذاب، فدليل على الرحمة أولى. وإنه عبد وضعيف وكل ابن آدم خطاء وكل الأشياء دي، بس ذلك ليس فتحا لباب المعصية، وإنما هو إيه؟ فتحا لباب التوبة والقبول والرحمة من الله تعالى. وحتى لو لم يتوب، ولو كان مين؟ ولو كان قاتل حتى الأصل، لأنه طالما أتى بشروط الإيمان التي لم ينقضها ها، فهو داخل في خطر المشيئة ولم يخلد في النار. لو دخل النار والعفو بقى عند الله. ولو، لأن ما فيش حاجة، الحاجة اللي هي تنقض عرى الإيمان، تنقض جحود شيء معلوم من الدين بالضرورة بعد علمه به وجحده، ده بقى اللي خرج من ملة الإسلام، فده يدخل النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله تعالى. لكن طالما أن عارف أن دي معصية ها، وفعلها وهو مؤمن أنها معصية وأنها في حق الله حرام، وأنه لم ينقض أي شيء من أصول الإسلام، خلاص ده داخل في خطر المشيئة، لأنه مات مسلما. حتى كان بعض المشايخ لما يقولوا يجوز الصلاة على المنتحر، قال لهم ده بالعكس، ده أولى بالصلاة عليه لطلب الرحمة. ليه؟ لأنه هو في عذاب، في يعني بلاء شديد، لكن هو مؤمن فممكن يرحم، فالصلاة عليه أولى بي، أولى أن هي تكون عليه حتى يرحم، لأن الشأن في الإنسان أنه الرحمة. ها؟ والله نخليها كده أحسن، خليه ما دام هم فاهمين كده نخليهم يفهموا كده، لكن لو واحد عمل كده بالفعل مش هيبقى كافي. ها؟ قتل نفسه. وإن كان حديث صريح في إنه خالدا مخلدا فيها أبدا، حديث اللي هو قزمان قال من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسى سما خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تردى من شاهق فهو في نار جهنم يتردى من شاهق خالدا مخلدا فيها أبدا. قال لك هنا أبدا الآبدين، ليس أبدا الآبدين، إنما أبدا إلا أن يشاء الله أن يخرج منها، لأنه عند الأصول الإيمان، فلا يبقى في النار كافر قط. وممكن قبل كده يتعرض للمغفرة لأنه عنده أسباب المغفرة، بأنه داخل في خطر المشيئة لأنه مات مؤمنا. بس طول خالدين فيها أحقابا، طول المكث يعني دليل شدة هذا الأمر، إنه من أكبر الكبائر، وأنه له عقوبة شديدة إلا أنها قابل للمغفرة طالما دخل في خطر المشيئة. طيب. بس ولا ينقض حاجة من الإسلام، يعني ما ينكرش الصلاة ولا الصوم ولا بتاع، حتى لو مقصر في هذه الأشياء ما يجحدهاش. الله. فصل. وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه على ألا تعود إلى الذنب أبدا البتة إلا ما كان منك في علم الله، على وجه علم الله سبحانه وتعالى، على وجه علم الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نقي، وترضي الخصوم بما أمكنك، وتقضي الفوائت بما تقدر عليه، وترجع في البواقي إلى الله سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع ليكفيك ذلك، ثم تذهب فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلي 4 ركعات كما يجب، وتضع
وجهك على الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تجعل التراب على رأسك وتمرغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب بدمع جار وقلب حزيز وقلب حزين وصوت عال، وتذكر ذنوبك واحدا واحدا ما أمكنك، وتلوم نفسك العاصية عليها وتوبخها وتقول: أما تستحيين يا نفس؟ أما أنا لك أن تتوبي؟ ألك طاقة بعذاب الله سبحانه؟ ألك حاجة بسخط الله سبحانه؟ وتذكر من هذا كثيرا وتبكي، ثم ترفع يديك إلى الرب الرحيم سبحانه وتقول: إلهي، عبدك الآبق رجع إلى بابك، عبدك العاصي رجع إلى الصلح، عبدك المذنب أتاك بالعذر، فاعف عني بجودك وتقبلني بفضلك وانظر إلي برحمتك. اللهم اغفر لي ما سلف من الذنوب واعصمني فيما بقي من الأجل، فإن الخير كله بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. ثم تدعو دعاء الشدة، وهو يا مجلي عظائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أحاطت بنا ذنوبنا، أنت المذخور لها، يا مذخورا لكل شدة، يا مذخورا لكل شدة كنت أدخرك لهذه الساعة، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم أكثر من البكاء والتذلل والتضرع، وقل: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يبرمه، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، وترجع إلى طاعة الله جل جلاله، فتكون قد تبت توبة نصوحة، وقد خرجت من الذنوب طاهرا كيوم ولدتك أمك، وأحبك الله سبحانه، ولك من الأجر والثواب، وعليك من البر من البركة والرحمة ما لا يحيط به وصف الوصفين، وحصل لك الأمن والخلاص، ونجوت من غضبه وغصة المعاصي وبليتها في الدنيا والآخرة، وكنت قد قطعت هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله ولي الهداية بمنه وفضله. العقبة الثالثة وهي عقبة العوائد. خلينا نرجع لإيه باب التوبة تاني لغاية لما نخلص الإيه الجزء الأخير ده اللي هو الكيفية بقى، أو ده كده جمع الكيفية في كيفية التوبة، جمع كيفية التوبة. فصل وجملة الأمر: أنك إذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه على ألا تعود إلى الذنب، فجعل قلبه المملكة، هو ملك المملكة، على أن بأن توطنه على ألا تعود إلى الذنب أبدا البتة، أي قطعا، إلا ما كان منك في علم الله على وجه علم الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نقي، وترضي الخصوم بما أمكنك بقدر الإمكان، ماشي، وتقضي الفوائت من الواجبات بما تقدر عليه، وترجع في البواقي إلى الله سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع ليكفيك ذلك إما بقي من عمرك في الطاعات وفي الابتعاد عن المعصية وفي حقوق الآخرين.
ثم تذهب فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلي 4 ركعات كما يجب. وفي رواية الإمام الغزالي ثم يصلي 2 أو 4 مفروضة أو غير مفروضة. الله، لا رواية الحديث ده حديث إيه؟ ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم يقرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. وفي رواية: ثم يصلي 2 أو 4 مفروضة أو غير مفروضة. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ صلاة التوبة اللي هي 2 ركعة خلاص. وفي رواية أن 4 يصلي 4 كما قال الإمام الغزالي يصلي 4 فأتى بصيغة الكمال. في رواية: ثم يصلي 2 أو 4 مفروضة أو غير مفروضة. وكان ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول: التوبة من الذنب هي أن تتوضأ وتصلي ثم يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم تذهب فتغتسل. ده توبة عن إيه؟ عن غفلة. هذا توبة عن غفلة، إن كان غافل وبعدين حصل له الصدم، ها، اللي هي إيه؟ المنحة الإلهية، اللي هي الاستلام الذي يكون في أول الاستيقاظ من الإيه؟ الغفلة. وده عطاء رباني محض، أن يوقظك الله من غفلتك، سواء من غفلتك بالكفر إلى الإيمان، أو من المعاصي وكبائر الذنوب إلى الطاعات أو ما إلى ذلك. فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلي 4 ركعات كما يجب، أي تديها حق الخشوع والخضوع، وتضع وجهك على الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تجعل التراب على رأسك وتمرغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب بدمع جار وقلب حزين وصوت عال، وتذكر ذنوبك واحدا واحدا ما أمكنك، وتلوم اللي انت ما تبتش عنهم لسه، وتلوم نفسك العاصية عليها على الذنوب، وتوبخها وتقول، أي تكلم نفسك بقى: أما تستحين يا نفس؟ أما أنا لك أن تتوبي؟ ألك طاقة بعذاب الله سبحانه؟ ألك حاجة بسخط الله سبحانه؟ أنت محتاجة لسخط الله؟ وتذكر من هذا كثيرا وتبكي، ثم ترفع يديك إلى الرب الرحيم سبحانه وتقول: إلهي، عبدك الآبق رجع إلى بابك، عبدك العاصي رجع إلى الصلح، عبدك المذنب أتاك بالعذر، فاعف عني بجودك وتقبلني بفضلك وانظر إلي برحمتك، اللهم اغفرني ما سلف من الذنوب واعصمني فيما بقي من الأجل.